كان عندهم ايه ده ما تقليش لا بقول دلوقتي النهارده يعني الابدال الصوتي ما بين الره والياء انا بتكلم على الابدال الصوتي طب احنا عاوزين نعرف بالنسبه بقى للابدال الصوتي وبمناسبه الابدال الصوتي الصوتيات بتاعه اللغه الهيروغليفيه طبعا ما اتنقلتلناش يعني احنا ليه ما احنا كمصريين واصلنا فرعنا ليه ما بنعرفش نتكلم هيروغليفي مين قال انا عارف كل حاجه كان مصري عارف كل الكونسوننتس يعني انا عارف كل الكونسوننتس كل الحروف الصمت الساكنه اللي انا مش عارفه هو في اختلاف في النطق يعني مثلا هقول مثلا سمر ولا سامر ولا يعني الحروف اللي هي الفاولز هي دي اللي فيها اختلاف ما كانش عندهم تشكيل فما عرفناش بس المشكله هي في التشكيل وهي دي المشكله الوحيده التاثير مش بس في اللغات في اللغه العربيه ولا في اللغه العاميه لان في العاميه في امثله كثيره جدا وعايز اقول ان مش بس في العربي ده ايضا في كل اللغات الساميه يعني لو بصينا نفس الكلمات العربي اللي متاثره بالمصدر دي هي في العبري يعني لو قلنا مثلا ابط هي بيت في العبري لو قلنا مثلا